حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. بحبكم حبة كتير. تعالوا نشوفوا مكاننا فين النهاردة. ده دوران سموحة. النهاردة مكان اكتشاف بجد على قناتي كمان، وانا فرحانة ان انا صورت في المكان دوت. طيب شوقتكم، تعال اقول لكم احنا فين. احنا النهاردة عند مجمع عيادات هيلسي كير 40 شارع اسماعيل سري بجوار نقابة الصيادلة. الشارع دوت اللي بيميزه هو مسجد حاتم زي ما انتم شايفين كده. طيب مجمع العيادات اللي هو هيلسي كير ده عبارة عن ايه؟ يعني في ايه يا شيماء؟ في كل جميع التخصصات الطبية اللي انت ممكن تخطر في بالك. ركزوا بقى كده معايا في العنوان، شايفين مسجد حاتم الشارع المقابل ليه، هنتنوا ماشيين على طول فيه وبعد كده هنكسر شمال هنلاقي عيادات هيلسي كير. طب اللي بيميز المكان هناك هو ايه؟ هو نقابة الصيادلة، وحاجة كمان تانية هو السجل المدني الجديد. شايفين احنا وصلنا دلوقتي هيلسي كير، مكاننا الدور الاول، مكان اكتشاف، وتميزنا كمان في قسم الجلدية. وتعالوا نشوفوا جبنا لكم ايه. اقول لكم دكتورة ريحاب بجد عاملة عروض وخصومات لمشاهدين ومتابعين القناة، كل ده هقوله لكم في الجولة. يلا بينا نشوف وصف. طيب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. بصوا احنا داخلين اهو العيادة، عايزة اقول لكم مكان تحفة بجد بجد. مجموعة عيادات متخصصة، هنا الريسبشن زي ما انتم شايفين، دي العيادة الجلدية. دكتورة ريحاب ممتازة جدا، هنتكلموا معاها. وبعد كده زي ما انتم شايفين الريسبشن كبير جدا، يساع مجموعة كبيرة من المرضى، محدش هيبقى متضايق. هيلسي كير اهو زي ما انتم شايفين. هنا هندخل بقية العيادات، كل عيادة اهو. المكان ما يتوهش خالص يا جماعة، احنا في سموحة. وصفت لكم المكان في اول الفيديو، هنتكلم مع كل دكتور ونقوله. عايزه اقول لكم هنا بقى مجموعه من الدكاتره كتيره جدا زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لك متاح ان انت كمان العياده يكونوا عندك لحد البيت. تعالوا نقولوا العنوان مع بعض. عنواننا فيه، عنواننا 40 شارع اسماعيل سري بجوار نقابة الصيادلة في سموحة. بصوا دي عيادة الجراحة، عندنا عيادة البطنة، كل عيادة منفصلة. عايزة اقول لكم مكان اكتشاف. هسيب لكم، ودي عيادة المخ والاعصاب. كمان معايا رقم للتواصل 03-42-7-4-0-19. عندنا رقم للوصف نتواصل عليه 010-238-11-4-5-4. خليكم معايا. يلا بينا بقى نخش على الدكتورة القمر العسل. ازيك يا دكتور رحيب، عاملة ايه؟ اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ الله يسعدك، كل سنة طيبة. وانت طيبة يا حبيبتي. قولي لنا ايه اخبار المناخير اللي مكسرة الدنيا، والفيديو اللي انت عاملاه اللي مكسر الدنيا ده؟ الله يسعدك، الله يسعدك. هي الانفة من المشاكل اللي الناس كتير بتعاني منها، سواء بقى فقدت وزن، سواء بعد الحمل بعد الولادة. برتشت. بتبرتش طبعا. حتى الرجالة في منهم ساعات بيتعرض لخطة من باب العربية، خطة في حادثة لا قدر الله، لا قدر الله. فقد وزن مثلا، كان متين وفقد وزن، فده كله بيأثر على شكل الأنف بتاعته. فكان زمان لابد ان هو يعمل جراحة علشان يتغلب على كل هذه المشاكل، لكن دلوقتي الموضوع بقى سهل قوي، بقى فيه خيوط تجميلية الحمد لله. طب ايه موضوع بقى اللي عمل حادثة وعنده جروح قطعية؟ المواضيع دي عايزه اقول لك مشكله رهيبه على النفسيه، خصوصا انه لو حصلت له وهو طفل كمان مشكله. موضوع الجروح القطعيه دي او اثار العمليات او اثار الحوادث او لا قدر الله عضه من حيوان، الحاجات دي بتاثر جامد في النفسيه جدا. الحقيقه انها بتسيب اثر وحش قوي في الوجه. انا جايبه لكم اشطر دكتوره في اسكندريه. الله يسعدك، الله يسعدك.
بس الحقيقة انه فعلا في اجراء اسمه سبسيشن، او انا بسميه قطع نبات. يعني الاجراء ده جدا بيسهل ان احنا يعني نتخلص من كل هذه الندبات، حتى بعد في ناس بتسيب لهم حفر شديده قوي بعد حب الشباب اللي بيجي لهم حب الشباب بطريقه صعبه يعني، او بتملى وشهم بيسيب لهم حفر، برضو قطع الندبات ده بيفيدهم جدا وبيخلي بشرتهم ترجع تاني نضره زي ما بيقولوا. الاجراء ده سهل بالذات مع التطور اللي حصل مع الخيوط والتطور اللي حصل مع الخلايا الجذعية. يعني نقدر نقول كمان ان حب الشباب واثار حب الشباب اللي هو الحفر اللي بتطلع دي ممكن ان احنا نعالجها فعلا وترجع تاني بشرتنا زي البيبي كده زي ما بنقوله. بس هي عاوزه صبر الناس، بس ايه مش صبر زي الليزر يعني، انا مش من الدكاتره اللي عندهم صبر انهم يقعدوا يعملوا 10 جلسات و12 جلسة وكده، الحقيقة ما عنديش صبر لده خالص يعني. على الأقل لما تبدأي مع دكتور يبقى 3-4 جلسات بس، من أول مرة هتعملي هتلاقي إنه في فرق، كل اللي هيشوفك هيقولك إنه إزاي الجرح بقى كده، إزاي أثار حب الشباب بقى كده، إزاي العضة اللي كانت غويطة قوي دي ما شاء الله بدأت تطلع على السطح وتبقى بسوى الجلد. فمن اول جلسه يبقى في فرق، بس على الاقل يعني نستمر جلستين او ثلاثه مع الدكتور. يعني من الجلسه الاولى هنشوف النتائج بتاعتها على طول، مش هنقوله 10 جلسات و15 جلسه. عايزه اقول لكم مع دكتوره رحاب وشك هيرجع حاجه تانية. دكتور رحاب نعرف نفسنا، احنا نسينا نعرف نفسنا اول الفيديو. دكتور رحاب طبيب الجلدية تعليمي في مصر طبعا ام الدنيا اساسا. انا خريجه الطب المنوفيه وبعدين خدت خدت ماجستير من ايطاليا، وبعدين بعد الماجستير الايطالي سافرت، كان ليا الحظ الحقيقه ان انا اشتغل في السعودي الالماني في المدينه المنوره، وبعدين بعد كده اشتغلت في مراكز تجميل كبيره في الخليج، وده اداني خبره كبيره قوي قوي مع التعليم اللي تلقيته الحمد لله ما شاء الله. فالحمد لله. انا كمان انا اساسا كان نفسي ادخل فنون جميله، بس احنا عندنا يعني فريند في العيله كده انه لازم الكبير او الكبيره يدخلوا طب بشري، فدخلوني طب بشري غصب عني الحقيقه، فما صدقته ان لقيت التجميل ده علشان اطلع فيه موهبه كل فنون الجميله اللي كنت بحبها. الموهبه بالظبط. يعني عايزه اقول لكم مع دكتور رحاب ان شاء الله اي مشكله في جلدك هتلاقي لها حل، سواء تجميل او سواء اي مرض جلدي لا قدر الله عندك. طيب في ارقام للتواصل يا دكتور؟ في ارقام، بس انا هفضل من التواصل بواتساب لانه اللي بترد عليكم انا مش سايبه سكرتاريه يرد عليكم يا جماعه. انا التواصل عبر الواتساب زي ما انا قلت لكم في ارقام التليفونات. اللي بترد عليكم دكتوره مش دكتوره رندا. ايوه لا دكتوره فاطمه هي اللي دكتوره فاطمه. دكتوره فاطمه عايزه اقول لكم مجمع الطبي اللي انا جايبه لكم كل الدكاتره اللي فيه ما شاء الله متميزين ما يتخيروش بصراحه عن بعض، كلهم احسن من بعض. بشكرك جدا جدا دكتور رحاب وعطلناكي، ربنا يخليكي. دكتور رحاب بقى قولي لنا طيب ايه هتعمليه لمشاهدين ومتابعين القناه؟ كل خيط أبتس هتاخدوه ليكوا، خيط هدية معاه إن شاء الله، كل إبرة فيلر هتاخدوها ليكوا إبرة فيلر هدية معاه ما شاء الله. طب شفتوا بقى احلى من كده؟ عايزه اقول لكم كله يجي ان شاء الله باذن الله. عايزه اقول لكم وداعا ان حد يكون متعقد من شكله حبوا شكلكم، وبجد مع دكتوره رحاب هتحسوا فرق رهيب. لحد هنا هقول لكم باي باي ومع السلامه، واستنوني في جوله جديده.